بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم واهلا بكل متابعينا وحبايبنا حبايب يوميات لارا العسولة. الفيديو المنتظر يا جماعة، ناس كتير طلبت مني ان انا افتح كرتونة بزيادة اللي هو تويز سناكس، اللي هو توي سيتي. ناس كتير بتقول عليه توي سيتي. انا جبته اهو، هنفتحه مع بعض كيس كيس. ومعايا لارا. يلا يا لارا قولي ازيكم يا اصحابي. احنا هنفتحه مع بعض ان شاء الله، وانا متفائله ان شاء الله ان احنا نلاقي هدايا حلوه، وهنفتحه قدامكم كيس كيس عشان تشوفوا ايه الهدايا اللي هنكسبها النهارده. يلا دوسوا لايك ودوسوا تعليق من تعليقاتكم الجميله، واستنوا في اخر الفيديو هننزل شكر خاص لكل محبينا ومتابعين يوميات لارا العسوله، ان احنا في كل فيديو بننزل شكر خاص لكل اللي بيعلقوا لنا تعليقات حلوه. ويا ريت شير ولايك كتير عشان انزل لكم فيديوهات كتير ان احنا نفتح مع بعض كراتين كتير. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الفيديو. احنا هنقول بسم الله. اللحظه دي انا بحبها انا ولارا. انا بس هشيل لك دي وانت افتحيها. اتفضلي ابدا. بسم الله. بسم الله. ايه ده؟ كرتونه. يا نار ابيض، كرتونه اتقطعت خالص خالص. بصوا دولت 10 اهو، بيو جت في وشي. دولت 10 كياس. ايوه 10 كياس. هنقسمهم بقى، بس لارا تختار انهي صف. اختار الصف ده وانا اختار الصف ده، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا زي ما احنا معودين كنا احنا بنفتح الكيس بنجيب بولتين عشان يكون اسهل لينا ان احنا نصب الكيس جوه البوله، فانتوا تشوفوا الهدايا تمام. ولارا اخترت طبعا الازرق وانا اخترت الاورنج. وكل واحد معاه الطبق نفس اللون عشان يحط الهدايا فيه. يلا نبتدي. اول كيس لارا واول كيس ليا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا بنسمي الله عشان ربنا يبارك لنا كده واحنا بنفتح الكيس. نبتدي بانه كيس. ماشي ثانيه يا جماعه، افتح هنا الاول قدام الكاميرا. بس ثانيه افتحها قدام الكاميرا. شايفين حاجه؟ احنا مش شايفين لسه. ها واو، بالون. ايه ده؟ ايه ده؟ بالون اريال. اريال بجد؟ استني كده تعال شوفها. بجد اريال؟ ده انت يعني ايه ده يا لارا؟ دي مش بالونه. ايه ده؟ بجد مش بالونه. ايه ده؟ اوه دي قصه. ايوه قصه اميرات. الله واو. ايه ده؟ ده تلوين كمان فيها بتاعت اميره. بجد دي القصه؟ اه واو جميله. لا اهي اريال. اريال جميله، قصه حلوه، تلوين واو جميلة يا جماعة، جميلة. حرية البحر قصة كمان، قصة حرية البحر. واو حكايات مسلية حلوة حلوة جدا كمان. يلا افتح الكيس بتاعي. اول كيس حلو يا لارا. بسم الله. الكيس ده خفيف قوي، مش عارفة بقى الاقي ايه. شايفين حاجة؟ لا. بسم الله. ايه ده؟ ايه ده؟ قلم برضه. قلم بورد. ايوه. ايه ده؟ لا ده شكله مش قلم بورد، اسمه ايه ده؟ سكويز. ايه سكويزيبل؟ ايه ده؟ ده قلم بورد فعلا. الوان عشان نلون قصه اريال. حلو قوي، حلو شكله حلو عشان المدرسه بتاعي، عشان المدرسه يا جماعه. يلا ده تاني كيس هنفتحه لارا. نقول بسم الله. انت هتشوفوا الاول بعد كده ايه لارا هتشوف. انا مش هشوف يا لارا، هما هيشوفوا الاول بعد كده ايه انت تشوفي. ثانيه خلاص شايفين حاجه؟ لارا هتبتدي ايه تصب بقى. بسم الله. اوه نضاره. واو نضاره. نضاره على شكل قطه ولا ايه دي؟ دبدوب. شوفها، انا بحب افتح ايه الهدايا نشوفها يعني. واو ايه ده؟ دي احنا كسبناها قبل كده. صح. واو نضارة شمس. نضارة شمس حلوة. دين 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 حلو. ايوه يلا مبروك الأطول. عليكي يا لارا. افتح كيسي اهو. شايفين حاجة؟ قولوا شايفين حاجة؟ ايه ده؟ واو
العربية اللي عاملة زي بتاعت ميك، بنكتبها في ميك بتاعي. حلوة، مكتوب عليها بالانجلش، عاملة زي البحر. عربية حلوة، واو دي فيها موتور. بصوا سامعين، حلوة. بصوا العربية نظيفة قوي، حلوة، كلها حاجات نظيفة. ايوة كلها حاجات حلوة بصراحة. حلوة، بصوا انت عملت حاجات ولاد انا بيانات، مش مشكلة العب بيها برضو. هنفتح كيس مين المرة دي؟ ده تالت كيس للورا، تالت كيس للورا. بصوا تالت كيس، تقول بسم الله اما يشوفوا الاول بعد كده هديك. يلا شوف، شوفوا استني افتح الكيس. شايفين حاجة؟ اه يلا. واو بالونة، يا ريت بالونة اريال بقى. يا ليه؟ لا في حاجة تحية كده، طعمه حلو. طعمه حلو صح؟ نعم. ده ايه؟ حرف الام. ام ام ام، احنا خدنا حرف الام. طعمه حلو. يلا نفتح الكيس بتاعي. تالت كيس ليا. اوبا، شايفين حاجة؟ مش عارفة، انا مش شايفة حاجة. ايه؟ اوه اللعبة دي، دي قديمة قوي. شايفين اللعبة؟ فاكر اللعبة دي قديمة قوي، كنا بنكسبها زمان. عارفين هي ايه؟ صفارة، ومفروض ايه الصفارة؟ الهواء بيخش كده في الصفارة فبتلف. بصوا ما بقتش بتلف. هي بصوا يعني زي طاووس كده. حلوة حلوة، يعني شغالة، يعني مش حلوة او بس شغالة. يلا، ومفروض ده ربع كيس لورا وربع كيس ليا. نفتح بتاع لورا الاول. بسم الله بسم الله. ايه شايفين حاجة؟ استني بس كده، استني، انا حاسة بحاجة تقيلة كده. خلي بالك. نو. حصالة. شايفين بوب. بونشي بوب. حصالة بونش بوب. نعم حصالة. حصالة عادي بقى، حصالات كتير. حلو. مش مشكلة عشان تحوشي مصروف المدرسة. اهو انا سبونشي بوب اهو. بالشخصيات سبونشي بوب كلها. حلوة، بصوا حصالة حلوة متينة. ايوه يلا اعمل بتاعي بقى. ده ربع كيس ليا. بسم الله، ايه ترى هكسب حاجة حلوة؟ انا عايزة اكسب ايه يا جماعة؟ ما عادوش بيحطوا ذهب ولا حاجة؟ نضارة تاني، نضارة تاني، نفس الشخصية، نفس الشخصية. خلاص بقى انا مش هفضي الكيس ده. بصراحة هو اللي عجبني طعمه حلو، مقرمش طازة يعني. المهم يلا نفتح خامس كيس واخر كيس لورا، بس تقيل برضو. مش عارفة يبقى حصالة برضو ولا ايه. شايفين حاجة؟ يلا صبي يا لورا كده. بسم الله بسم الله. ايه ده؟ يوجي كوتشينة ولا ايه دي؟ يوجي شخصيات يوجي؟ لا ممكن نشوفها. ايه ده؟ الله، ده عارفه دي كنا بنكسبها زمان، كنا بنشتريها يا لورا بفلوس زمان من عند المكتبه. تعال نشوفها اهو. استني، اسلام كان بيشتريها كتير قوي من المكتبه. يوجي، بصوا يا جماعه شخصيات يوجي حلوه قوي، شكلها حلو. دي العاب اصلا عادي، ولاد وبنات. انا كنت بشتريها كتير. حلوه، الله حلو قوي. حطيها تبقي تلعبي بيها. لقيت فيها بنت. فيها العاب بنات وولاد، ممكن تحطيها نلعب بيها انا وانتي بعد الفيديو. اوكي يلا يلا، فاضل اخر كيس ليا. هي ليه كلها للاطفال؟ انا كنت بكسب فيها جواهر وذهب وحاجات وفلوس. ايه شايفين حاجه؟ مش عارفه، كلهم بقى بيهتموا بالاطفال قوي، يعرفوش ان الكبار بيستنوا الهدايا. ايه دي لعبه برضه، لعبه عامله زي لعبه البحر. البحر خلص يا عم، المصيف خلص خلاص. ايه لعبة؟ بصوا بندوزر، تيرارا بندوزر.
يا جماعة بصوا، ما عادتش بقى شكلهم ما عادوش بيكسبوا وبيكسبوا ولا سلاسل ولا اي حاجة، شكلهم بيهتموا قوي بقى كده بالاطفال. وهي دي اللعب بتاعتي، حلوة نظارة وبتاع، حاجات لارا وقلم بورد عشان المدرسة، ولارا كسبت قصة وحصالة ويوجي. حلو اهي دي كانت ايه، كرتونة بتعمل الطماطم. ان شاء الله هنفتح كراتين تانية نشوف بقى كله فعلا ما بقاش بيكسب كده مجوهرات ولا ذهب ولا اي حاجة. هنشوف ونشوفكم في فيديوهات تانية كتيرة، ومتقفلوش الفيديو غير ما تشوفوا الشكر الخاص اللي احنا عاملينه لمتابعينا حبايبنا، ومع الف سلامة وباي باي.